نروح بقى بحضراتكم دلوقتي لاخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي اكيد بيستهل بقى مشوار رحله الدفاع عن لقب دوري الابطال دوري ابطال افريقيا بمواجهه هنا الحرس الوطني بطل النيجر يعني ضمن منافسات اكيد دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. خلينا نتكلم عن الحرس الوطني شويه. هو تغلب على منافسه البروندي ده كان بنتيجه 2-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعوده للدور التمهيدي بالبطوله. ومن المقرر كمان ان تقام مباراة الذهاب في النيجر هيبقى احد يومي لسه يعني مش متحدد 15 او 16 اكتوبر المقبل، فيما ستقام بقى مباراة العودة بين الاهلي وبطل النيجر بالقاهرة برضو يوم احد يومي 22 او 23 من الشهر برضو ذاته. وزي ما احنا عارفين اكيد الاهلي بيسعى للفوز بدوري ابطال افريقيا ده بنتكلم هنا للمرة الثالثة على التوالي ورقم 11 في التاريخ او في تاريخ الاهلي بعد الفوز بيها زي ما احنا كلنا اكيد تابعنا اخر نسختين على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يعني ده وفقا للترتيب. فكل التوفيق ان شاء الله للفريق ان شاء الله. ال 11 يا اهلي لا ولسه فاكره في وقت من الاوقات كنا بنتكلم في ان التاسعه يا اهلي شويه كده ال 10 يا اهلي بس شفت انت في سنه عملنا ايه اقل كمان من سنه.